غاية في الأهمية، مش عارفين الأمور هتمشي إزاي، لأن بصراحة الموضوع ده عامل أزمة وحديث كبير جدا في الشارع الرياضي المصري. في مراكز كتير جدا هو قلقان منها، من ضمن كلامه قال أنا قلقان في كل المراكز، يعني نفس التصريح الأولاني اللي هو يعني قلقان في كل حاجة، فبالتالي احنا قلقانين برضه في كل حاجة. الموقف كده مش هيبقى ايجابي بالنسبه لمنتخب مصر. عايز اقرب الصوره بشكل اكبر، خلينا نروح لاحمد عبد الباسط الناقد الرياضي الكبير والقريب جدا من الاحداث في المنتخب الوطني الاول. يا ابو حميد مساء الخير عليك يا ابو حميد. أمير مساء الفل عليك وعلى كل مشاهدينك ودايما متألق. ربنا يخليك يا ابو حميد. يعني تصريحات مختلفه من كابتن حسام البدري على مدار اسبوع، على فكره مش على مدار يومين بس فاتوا، يعني الراجل بيتكلم في تصريحات في الاعلام وتصريحات كلها مقلقه نسبيا. انا بس عايز اسالك في الاول، هو في فعلا خلاف ما بين عناصر الجهاز الفني منتخب مصر طبقا لمعلوماتك؟ طيب مبدئيا في خلاف، يعني في خلاف. خلاف فني، خلاف فني موجود والخلاف ده مبني على انه خلاف وجهات النظر حول بعض الاسماء اللي بيتم ضمها. والكابتن حسام يعني في حاجه دايما في اللغه العربيه يقول لك نفي نفي اثبات، هو حاول ينفي الموضوع فاثبته بطريقه لما قال انه العقد بتاعي بيتيح لي ان انا امشي اي حد يخالفني. وده حقيقي، بس ويخالفك في حاجات مخله بالشرف، حاجات اخلاقيه مش حاجات فنيه يعني. ده عشان بس كابتن حسام وصل الموضوع بطريقه غلط. خلينا نتكلم انه امير الوضع ايه بعد ما الكابتن حسام قال اللي قاله. انه الكابتن حسام خرج وقال انه مش قلقان من حراسه المرمى بس، هو قلقان من كل المراكز. هو فقد اهم حاجتين عنده دلوقتي. الحاجه الاولى انه فقد اللعيبه بالتصريح اللي قاله دوت، طبعا فقد الثقه اللي مع اللعيبه، فقد الثقه اللي مع الجهاز لما قال ان انا شغال بعقد بيسمح لي ان انا امشي اي حد. وده عمل اثار سلبيه جدا عند اللعيبه، لانه الطبيعي اي مدير فني بيدخل غرفه الملابس قبل اي مباراه بيقول للعيبه انتوا احسن لعيبه في مصر، انتوا المفروض تكسبوا، احنا نازلين نعمل. هل دلوقتي هيدخل يقول لهم انا قلقان من كل المراكز، ولا هيدخل يقول لهم ايه انا واثق فيكم؟ دي نمره واحد. نمره اثنين انه لما انت قلقان من الدوري المصري انت قفلت باب الطموح قدام لعيبه كتير جدا انت ما محتاج تدخلها. احنا 2006 2008 2010 خدنا البطولات، 98 خدنا البطولات كلها بلاعبين محليين، صح، ما عدا ثلاثة او اربع لعيبه يعني كانوا محترفين. فبالتالي الموضوع عامل صدى سلبي جدا داخل جهاز منتخب مصر، داخل لعيبه، بين لعيبه منتخب مصر. الاهم هنا هو السؤال الاهم، انت ليه يا كابتن حسام طلعت اتكلمت؟ والمشكله يا احمد ان هو لما بيتكلم بيبقى غير موفق خالص في تصريحاته، يعني دي مشكله كبيره. بالظبط، ايه اللي خلى حضرتك تخرج دلوقتي وانت لسه في ماتش عندك؟ ايه السبب الرئيسي ثلاثة وتتكلم في الوقت الحالي؟ طب اتكلمت عشان خاطر ان انت محتاج كل شهر ثلاث ايام معسكرات؟ طب هقول لك على مفاجاه يا امير. قول لي. الكابتن حسام البدري تم تعيينه في اواخر شهر 9 سبتمبر. تمام. وتم الغاء معسكر المنتخب في الفتره دي لان ما كانش في مدير فني، فبالتالي هو عنده معسكر في شهر 10. صح. جه الكابتن حسام البدري سلم الخريطه بتاعته بالماتشات الاجنده الدوليه فقط، ولكن بعد ما تعادل الماتشين اللي فاتوا هو حب يدخل بعض الامور ويقول ان انا لا لازم العب ولازم معسكرات ولازم فبدا ان يظهر الشكل انه الكابتن حسام بيعمل شماعه اللعيبه، شماعه حراس المرمى، شماعه مشاكل في الجهاز، شماعه الدوري بدليل. والسؤال ده ليك حتى وكل الناس اللي بتسمعنا، اتفضل. لو كان الكابتن حسام البدري كسب كينيا وجزر القمر كان هل هيطلع يقول الكلام ده؟ طبعا لا. هو بنفس اللعيبه؟ طبعا لا. فبالتالي الكابتن حسام ادان نفسه كان غير موفق بالمره ان هو يخرج في اربع خمس قنوات تلفزيونيه ويطلع يتكلم نفس الكلام وياكده. لا، ده لو حد قاصد ان هو يوقع نفسه مش هيتكلم بالطريقه دي. الجهاز مستاء جدا من تصريحات الكابتن حسام بدري. الجهاز مستاء ومش من دلوقتي، انا قلت لك قبل كده في مداخله في عز بطوله افريقيا 23 سنه انه في مشاكل داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر. غرفه ملابس المنتخب الاول غير مسيطر عليها بالمره، وانا ده ظهر دلوقتي في الوقت الحالي. ولسه بقول لك انه خريطه الكره المصريه قد تتغير بعد شهر 3 اللي جاي، يعني تاني عشان الجمله دي نبقى بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ قول لي، فسر لي يا احمد. بمعنى إيه؟ انه اي نتيجه سلبيه قد لا نرى الكابتن حسام البدري وجهازه في منتخب مصر. ممكن توصل للدرجه دي؟
مش حمل ان احنا نبقى حقل تجارب الفتره اللي جايه. انت عندك منتخب المفروض انك هتبني عليه. عايز اقول لك على حاجه، ان الخلاف في وجهات النظر داخل منتخب مصر، هو داخل الجهاز الفني، هو خلاف حول عدد اللاعبين اللي هياخدوهم من المنتخب الاولمبي، حول العدد بس مش على مقومات لاعبين معينين يعني، او ده يجي وده ما يجيش مثلا. ما هو العدد بيجي من ضمن الاختيارات، او من ضمن الاختلاف حول العدد هي المقومات، لان واحد هيقول لك انا محتاج ثلاثه، واحد هيقول خمسه، واحد هيقول سبعه. اللي محتاج ثلاثه هيقول ان الباقيين ما عندهمش مقومات، اللي محتاج سبعه هيقول عندهم مقومات، فبالتالي بيختلفوا. ده جانب بس صغير من ضمن الخلافات اللي موجوده داخل الجهاز، بجانب الخلاف حول بعض العناصر الاساسيه. يعني خليني اقول لك من انه ضمن المفاجات برضو داخل، انه احمد حجازي ما كانش هيلعب الماتشات اللي فاتت، وكان هيتم الاطاحه بيه انه يقعد احتياطي. ما انا بقول لك انه كان الخوف من رد فعل احمد حجازي، لانه احمد حجازي راكب بقاله فتره، هذه تبقى مشكله دي بالظبط. والتعامل كمان مع اللعيبه مش افضل حاجه يا امير، يعني التعامل مش احسن حاجه بتتعمل داخل منتخب مصر. ليه يعني بيعملوا معاهم ايه يعني يا احمد؟ يعني التعامل بيبقى ازاي يعني؟ بص يا امير، مشكلة كبيرة جدا لما تبقى أمير دلوقتي، أنت ظاهر قدام الناس على الشاشة، وده ستايلك وده أسلوبك ودي شخصيتك، وبين يوم وليلة عايز تغير ده لطريقة تانية. فهمتك. هو الكابتن حسام معروف إن هو شخص عصبي شوية، شخص أجريسيف شوية، فبالتالي هو جه منتخب مصر ونحط بين قوسين كده بيحسس على اللعيبة، يعني بتعامل بشيء من الطبطبة شوية، مش مكشر يعني من الآخر يا أحمد، مش مكشر. مش مكسر، فكسر الشخصيه بتاعت الكابتن حسام اللي معروفه. فبالتالي لا هو طايل الكابتن حسام البدري اللي احنا عارفينه اللي بيكشر، ولا طايل الكابتن حسام اللي بيطبطب واللعيبه قبلاه، فاصبح في مشكله داخل منتخب مصر. عشان المشكله دي تتحل نلاقي كابتن بركات بيلم شويه، كابتن احمد ايوب شويه، كابتن طارق مصطفى شويه، كابتن ايمن طاهر شويه. لكن نرجع على الاختيارات ونرجع لمنتخب مصر، لازم انا اطلع اقول انه الدوري المصري لا، انا عندي لعيبه وبشوف كل اللعيبه، انا بشوف كل الحراس. طب انا عايز اسالك سؤال يا احمد، هو ما بيحضرش الماتشات ليه في الدوري يتفرج كابتن حسام؟ بيحضر بعض الماتشات، ولكن نظرا لارتباطاته وسفرياته الخارجيه شويه هو مش موجود. وبعدين الاهم من كده، ما فيش مدرب جه مصر خلال الفتره الاخيره. انت حضرتك كابتن حسام بدون ما يكون في ادنى هجوم ولا حاجه، بس ولكن احنا بنوضح الرؤيه او الصوره للراي العام. ليه كابتن حسام ما بتسافرش انجلترا وتتابع اللعيبه وتقعد معاهم وحالتهم المزاجيه والنفسيه؟ ليه ما بتسافرش تركيا وتشوف تريزيجيه؟ ليه ما بتسافرش؟ لازم انت تتواصل مع كل اللعيبه في انجلترا. بالظبط، في انجلترا. في انجلترا لازم انت تروح لكل اللعيبه وتتكلم مع كل اللعيبه وتشوفهم وتتواصل معاهم، ده الطبيعي لما كان بيعملوا كوبر او. طيب بص يا احمد، عايز اسالك سؤالين. السؤال الاول، هيتم الموافقه على تاجيل الدوري ولا لا بالنسبه لكابتن حسام البدري، الطلب بتاعه؟ طيب لحد يوم 19/2 مفيش خرم ابره ان الدوري يتاجل. حلو. هيتم الموافقه للكابتن حسام لو بس تم الموافقه عشان حاجه واحده، علشان هم في اتحاد الكوره عرفوا ان الكابتن حسام من نوعيه الناس اللي بتعلق شماعه. فوارد جدا يجي في شهر 3 يخسر او يتعادل، هيطلع يقول ده انا طلبت. فهو هم يعني فاهمين كويس جدا ان الكابتن حسام بيعلق لهم الشماعه قبل ما تحصل، فهم خايفين من رد الفعل، ممكن يوافقوا له على مره واحده وان كان ده صعب، وان هو يبقى يطولوا له المده في شهر 3 بس بعد ماتش الاهلي والزمالك اللي متحدد ليهم 19/2، وبعد كده عندهم مباريات في افريقيا. بعد المباريات دي هم ممكن يطولوا له، لانه في الناحيه الثانيه الكابتن شوقي غريب، وهو الاولى حاليا ان هو بتعمل له كل حاجه. الكابتن شوقي غريب قال لهم انا مش هينفع ازنقكم عشان الفتره اللي جايه انتم مزنوقين جدا. عايز اقول لك ان الكابتن شوقي غريب برضو من خلال معلوماتي عامل قائمه بس كده ب40 لعيب محضرهم للاولمبياد، يعني محضر 40 لعيب. طب والله حاجه كويسه، حاجه كويسه. بص هقول لك على حاجه يا امير، الكابتن شوقي كان معاه 21 لعيب واتصاب، عنده طاهر واتصاب، ناصر وجاب بدايل، محمد محمود وناس كتير، واتصاب محمد محمود وكريم نيدفيد والناس دي كلها. لما ترجع انت بتتكلم في قوام 30 لعيب، وثلاثه من المنتخب الاول لو هياخدهم، بجانب ان هو شاف لعيبه في الحرس، لعيبه في المقص، لعيبه صغيره جدا، ممكن اللعيبه دي تفرق معاه جدا. اعتقد انه لا، الدوري المصري بيفرز لعيبه كتير جدا. اخيرا، لكن اخيرا يا احمد، انا عايز منك رساله للكابتن حسام البدري عشان نتفادى الجزئيه اللي انت قلت عليها، اللي هي ممكن تحصل في شهر مارس مع اول مباراه في تصفيات كاس العالم. احنا عايزين ندعم الراجل، عايزين ندعم الجهاز الفني، المنتخب، لان المصلحه في الاخر كلها واحده، ان المنتخب ده يبقى كويس. المفروض نقول ايه للكابتن حسام البدري عشان نتفادى اللي ممكن يحصل في شهر مارس من وجهه نظرك؟
انا رساله للكابتن حسام البدري عشان خاطر ان احنا نتفادى كل اللي انت بتقوله ده يا امير. يا كابتن حسام، ذاكر منتخب مصر محتاج ايه كويس جدا الفتره اللي جايه، والمصريين محتاجين ايه. احنا محتاجين منتخب يتعمل له احلال وتجديد علشان نبني لما هو قادم. مش محتاجين ان انت تيجي تنجح نجاح مؤقت فبالتالي المعبد يتهد على اللي فيه. لا، احنا محتاجين النجاح دوت ان احنا نطعم المنتخب الاولمبي مع اللعيبه اللي واقفه على رجليها من المنتخب الاول، بحيث ان احنا نتفادى اي حاجات من اللي احنا بنقولها دي. بالظبط، ولكن دون الدخول في تصفيه حسابات شخصيه او صراعات شخصيه، لانه انا بقول لك من دلوقتي هيحصل صراع بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. ربنا يستر يا احمد. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد عبد الباسط الناقد الرياضي الكبير والقريب جدا من الاحداث.